معنا على الهواء دكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية بدولة الكويت. دكتورة داليا، يعني الكويت من الدول التي يتواجد فيها عدد كبير من المصريين، يعني من الجاليات الضخمة بعد المملكة العربية السعودية تتواجد في دولة الكويت. حدثينا عن المشهد الانتخابي منذ انطلاقه في تمام 9 صباحا. أنا طبعا أحب أنقل شكري لحضراتكم وتحياتي لحضراتكم جميعا. إحنا من قبل بدء العملية الانتخابية، من قبل موعد بدء العملية الانتخابية، وإحنا المصريين هنا في دولة الكويت أمام المقر الانتخابي. إحنا دايما بنقول إن الجالية المصرية في الكويت جالية قوية وذات وعي سياسي قوي وانتماء وطني عالي، وبالتالي إحنا دايما بنكون سباقين في أي استحقاقات دستورية. وإحنا النهاردة الجالية المصرية في الكويت، وأكيد الصور والفيديوهات وصلت لحضراتكم قد إيه إحنا عندنا يعني مصريين بيصدروا ملحمة في حب مصر، وجايين كلنا لرسالة نوصلها للعالم كله، وبدأنا بالفعل توصلها إننا مع قيادتنا السياسية ومع دولتنا المصرية من أجل استقرار وأمان الوطن الغالي مصر. طبعا أنا يعني حضرتك هنا إحنا في تيسيرات قوية جدا من البعثة الدبلوماسية والسفارة المصرية في دولة الكويت. العملية الانتخابية ماشية بطريقة رائعة ومنظمة، يعني العملية بأكملها ما بتاخدش دقيقتين بيكون العملية الانتخابية مخلصينها. طبعا الكويت نشكرها حكومة وشعبا على توفير مكان واسع ومناسب جدا للتيسير في العملية الانتخابية في أرض المعارض في مشرف. وبالتالي احنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الايام الماضيه، احنا في عرس انتخابي في دوله الكويت. تمام. دكتوره داليا، ما فيش اي معوقات، اي مشكلات خاصه واجهت اي ناخب من الناخبين؟ لا يا فندم، الحمد لله البعثه زي ما قلت لحضرتك، البعثه الدبلوماسيه عامله تنظيمات على مستوى عالي جدا، والسفاره والقنصليه متواجدين بجميع افرادها، وفي نفس الوقت احنا متواجدين هنا على اساس لو في اي استفسار او اي معوق بيعوق اي حاجه. بس الحمد لله احنا الى الان ما فيش اي حاجه، العمليه ماشيه بطريقه سلسه وجميله، وفي نفس الوقت بحماس جميل. يعني احنا هنا عندنا فرح في الكويت، يعني بصراحه غنى وهتافات وسعاده، المصريين كلهم احنا فرحانين ان احنا بنشارك جميعا في بناء جمهوريه مصر الجديده.